انقلبت الأوضاع في إسبانيا رأساً على عقب، وبعد أن كان ريال مدريد الفريق المستقر وسط أزمات برشلونة الاقتصادية والقضائية، انتقلت الأزمات صوب حامل لقب الليغا ودوري أبطال أوروبا داخل وخارج الملعب. هزيمة الكلاسيكو المذلة برباعية لم تكن البداية، وما حدث قبلها وبعدها تسبب في أزمة كبيرة داخل جدران النادي الملكي. الانتقادات لأداء ريال مدريد لم تتوقف منذ بداية الموسم، مع 5 تعثرات في أول 16 مباراة، أخطاء دفاعية، وسط ملعب غير متوازن، وهجوم عشوائي، ناهيك عن الضغوط حول كيليان مبابي وعلاقته مع فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، والقضية المتهم فيها بالاعتداء على سيدة من السلطات في السويد. أضف إلى ذلك انطلاقة برشلونة القوية تحت قيادة فليك وابتعاده ب6 نقاط عن ريال مدريد. ومع كل هذا بدأت الأزمات داخل ريال مدريد. الضحية الأكبر لما يحدث في ريال مدريد كان جود بيلينغهام، غاب عن 6 مباريات بسبب الإصابة ولم يسجل أي هدف في 11 مباراة. ابتعد بيلينغهام عن أماكن الخطورة كما كان في الموسم الماضي مع رحيل كروس وكبار سن مودريتش وإصابة كامافينغا. اضطر اللاعب الإنجليزي للعب في مركز متأخر، وعندما قرر أنشيلوتي أن يغير مركزه كان ضحية من جديد لوجود فينيسيوس ومبابي، فلعب على الجناح الأيمن ولم يقدم مستواه المعهود. وبعد أن كان مرشحا قبل نهائي اليورو للفوز بالكرة الذهبية، لم يتم ذكر اسمه حتى في اعتراضات ريال مدريد على خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية، وتصدر داني كارفاخال المشهد مع اللاعب البرازيلي. حالة من الغضب الكبيرة يعيشها بيلينغهام حاليا، ظهرت أمام الكاميرات مرتين في عدم عودة فينيسيوس ومبابي للمساندة الدفاعية أمام ليل، وفي عدم تمرير فينيسيوس له أمام سيلتا فيغو. وغضب آخر في الكواليس كشفته صحيفة آس بتجاهل ريال مدريد كمرشح محتمل للفوز بالكرة الذهبية، والتركيز فقط على فينيسيوس ثم كارفاخال بعدها. كل هذا انعكس على اللاعب الذي عندما سنحت له فرصتين للتسجيل أمام دورتموند وبرشلونة أهدرها بغرابة. الغضب انتقل نحو إدارة النادي بعد زلزال الكلاسيكو، وفقد فلورنتينو بيريز رئيس النادي صبره تجاه ما يحدث. يهتم بيريز بالجانب الرياضي بشكل كبير في النادي، ويرى أنه ساعد أنشيلوتي بالحفاظ على النجوم وإضافة كيليان مبابي. في المقابل جاء الأداء باهتا ومفتقرا للعب الجماعي حسب ما ذكرته شبكة ريليفو، مع أزمات دفاعية كبرى واستقبال الفريق ل14 هدفا وسط تراجع مستوى ميليتاو وعدم الثقة في تشواميني الذي قد نراه راحلا عن الملكي قريبا. بيريز يرى أن أنشيلوتي لم يحسن التعامل مع اللاعبين في الموسم الحالي، وهي واحدة من أفضل مميزاته. بيلينغهام تراجع مستواه، تشواميني وميليتاو خارج نطاق الخدمة، مبابي تحت الضغوط مع الإصابات التي تضرب الفريق خلال الموسم. إصابات لم تقنع أنشيلوتي بأن يحصل مواهب مثل أردا جولر وأندريك على فرص أكبر، خصوصا التركي الذي كان ظاهرا للجميع عدم رضاه عن الدقائق التي يحصل عليها من الموسم الماضي. 292 دقيقة فقط لعبها جولر مقابل 107 دقائق لأندريك من أصل 1350 متاحة، مقابل مشاركة 7 لاعبين في أكثر من 1000 دقيقة حتى الآن، دون أن تتم محاولة تدوير الفريق بالشكل الصحيح. وفي كل مرة يتألق فيها جولر مع منتخب تركيا تزداد حدة الانتقادات وعلامات الاستفهام، خصوصا مع رؤية برشلونة يشرك العديد من اللاعبين الشباب الذين يظهرون بأفضل شكل. انتقادات يتفق فيها حتى دافيد أنشيلوتي نجلو كارلو ومدربه المساعد، فكشفت صحيفة ماركا أن دافيد يرى بأن جولر يجب أن يحصل على المزيد من الدقائق، وهو ما يرفضه كارلو بحجة أنه لا يعود للمساندة الدفاعية بالشكل المطلوب. بيريز والآخر يعتقد أن اللاعبين الشباب يجب أن يحصلوا على فرص أكبر ليكونوا نجوما في المستقبل ولتدوير الفريق بالشكل الصحيح مع ضغط المباريات والإصابات. والآن بات أنشيلوتي في ضغط أكبر من أي وقت مضى، أداء باهت، انتقادات فنية وإدارية، علامات استفهام من الإدارة وهجوم من الصحافة.
فهل ينجو من كل هذا أم نرى تشابي ألونسو المدعوم من الإدارة والجماهير قريبا في مقعد المدير الفني لريال مدريد؟